باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دير القديس العظيم الأنبا مقار بأبو تيك يقدم قصة حياة قديس وادي النطرون الأنبا مقار الكبير، صادق اللسان لابس الروح. جميل مرسوم. يا ربي يا يسوع، يا حبيب نفسي، ضعفت قوتي وانا داخل قليتي في برية شهيد، والدنيا ليل وسترة الجسد اصبحت ضعيفة، فانا شيخ في 97، لم تعد عندي قوة سوى قوتك يا يسوع. يا ترى يا يسوع هتمني علي بالرحيل امتى؟ وحجيلك ازاي؟ وايه القضايا اللي هتواجهني بيها؟ وفين المكان اللي هسكن فيه؟ يا يسوع ايه النور اللي ملأ قليتي؟ مين دول اللي داخلين عليا؟ باين عليهم 2 من القديسين، وشهم فرحان منورين مجد وكرامة، ده بيقربوا مني. بصلي يا أنبا مقار، مش عارفني؟ انت ابي الانبا انطونيوس. وعارف مين ده؟ ده اخونا الانبا باخونيوس، ابو رهبان الشركة، جينا لدعوتك معانا. يا انبا معار، فضلك 9 ايام على الارض، وبعدين تطرق سترة الجسد وتسكن قريب منها، فاعمل كل ما تريد، لأنه فضلك 9 ايام على الأرض. ارفع عينيك لفوق، انظر المكان الذي أعد لك. شفت المكان الذي أعد لك؟ تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. استنى يا أبي أنطونيوس، استنى، استنى يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، استنى يا أنبا أنطونيوس. أبونا مقار، أبونا مقاريوس، سلامتك يا أبونا. مين؟ أنت مين؟ أنا بافنوتيوس، تلميذك ودراعك اليمين وخادمك. بافنوتيوس يا ولدي، أنت أكبر تلاميذي، وحتكون أبو الرهبان في كل المواضع المقدسة من بعدي. ايه اللي جابك؟ احنا كلنا رهبان برية شهيد واقفين على باب قليتك مستنيين الاذن بالدخول، سمعتك بتصرخ وتقول يا انبا انطونيوس. ده بعد 9 ايام يا مقار. بتقول حاجة يا ابونا؟ لا، بعد 9 ايام يبقى ايه؟ النهاردة 18 برمهات، بعد 9 ايام يبقى 27 برمهات. معادك يا مقار مع رب المجد. يا أنبا بافنوتيوس، من بعدي انت حتتولى المواضع المقدسة، لأنك تابعت الهدف الكلي لكل أعمالي، وحتكون مشهور في كل موضع، وحيجيلك جموع كتيرة من الرهبان، مش في برية شهيت وبس، لكن من كل بلاد مصر، ليتقبلوا منك كل صور الفضيلة. صور الفضيلة أخذتها منك يا أبونا عن طريق حلاوة الإرشاد الواعي لرجل الله القديس. مين اللي معاك برا يا أبونا بافنوتيوس؟ كل تلاميذك الرهبان يا أبونا، أبونا أودولفيوس وإسيزيروس وأبونا سرابامون وأبونا أمونيوس وأبونا. خليهم يستريحوا وأنا هطلبهم بعد شوية. حاضر يا سيدي.
يا اباء الرهبان، ابونا الانبا مقار الكبير تعبان وصحته تعبانه شويه، هيطلب مقابلتكم بس مش دلوقتي. احنا عايزين نقابله بس عشان نشوف، عايزين برقته بس. يا ابهات طيب طيب اتفضلوا استريحوا هنا على باب قليته لحد ما ياذن لنا بالدخول لمقابلته، وانا هنتظر معاكم. يا ريت يا ابونا بافنوتيوس تحكي لنا بعض لمحات من كفاح القديس، لانك اكبرنا سنا وعاصرته اكتر مننا. قدسنا الأنبا مقار أبوه كان كاهن على كنيسة منف، ومنف دي في وسط الدلتا، وكانت أمه سيدة بارة جدا. من سنة 295 ل 97 ميلادية كانت البلاد في حالة فوضى من غير حكومة، سرقة وقتل وسلب ونهب. ظهر لهم ملاك الرب بأمر من الله وأمرهم يهربوا البلد اسمها شبشير جنب منف، ووسع الله رزقهم وتفرغوا للصدقة والصلاة والصوم، وأحبهم كل أهل القرية. وفي يوم وأبوه بيصلي ظهر له ملاك الرب وقال له: استمع الله إلى طلبتك أنت وزوجتك، وسأعطيك ابنا يكون اسمه دائما إلى الأبد. وتولد الأنبا مقاريوس سنة 300 ميلادية، ومقاريوس معناه صادق الصوت، في قرية شبشير، وكبر وتربى على مخافة الله في أحضان أبوين صالحين، وكان بيساعد أبوه في الزراعة وفلاحة الأرض والتجارة، وبدت النعمة على الشاب مقار، ولقبوه بالشاب الحكيم، وحبوه كل كهنة القرية وضغطوا عليه وجوزوه علشان يرسموه كاهن على قريتهم. رضخ ليهم على غير رغبته، وحفظ بتوليته بموافقة الفتاة اللي هو اتجوزها. ما كانش لازم اتجوز، كان لازم ارفض الجوازة دي. ايه ده بس يا مقار؟ ليه؟ ما كنتش عايز تتجوزني؟ أنا ما كنتش عاوز الجواز نفسه، أنا عاوز حياة النسك والرهبنة، عاوز أوهب نفسي للرب، حاسس إنك أختي في الرب. خلاص، وإنت أخويا في الرب، دي حاجة حلوة خالص. يعني مش هتزعلي أو تتضايقي؟ حبي للرب مش أقل من حبك لي. أما أنا كان لازم ما أخضعش الأمر أبويا وأمي. أطع أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. الكهنة ضغطوا عليا ورسموني شماس عشان أبقى كاهن زي أبويا، والكاهن أصله لازم يتجوز، وأنا روحي متعلقة بالنسك والتوحد وعاوز أبتعد عن العالم. أي حاجة هتعملها أنا موافقة وهساعدك فيها. مساعدة أخت لأخوها؟ أيوة. طب اسمعي، أنا هسيب البيت. هتروح فين؟ هخرج مع الجمالين اللي بيحملوا بضايع من النطرون لإقليم مصر في رحلات التسويق بتاعتهم يعني، وهغيب عنك بالشهر والاتنين. وهتطمن عليك ازاي؟ بين كل رحلة ورحلة هبقى اجي ازورك واطمن عليك، ما انت برضو مراتي، وهبقى اشوف طلباتك. لتكن إرادة الرب. لتكن مشيئة الرب. ولما طلع مرة مع جموع الجمالين وصلوا عند صخرة فوق الوادي، ولما نامت الجموع نام مقاريوس الصغير، شاف في حلم إنسان نوراني بيشع نور وبيقول له: قم وانظر إلى كل الوادي وأعماق الجبل. أنا مش شايف غير الوادي غرب النيل وغابة ومستنقعات بيحيط بيها الجبل من كل ناحيه. يقول الرب: هذه الارض اعطيها لك فتسكنها وتثمر فيها وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك ويخرج ابناء روحيون وحيكون رؤساء على الشعوب وحيكون اصلك ثابت على الصخره، والشعب اللي حيتلقى تعاليمك أبارك فروعه حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض.
انهض من نومك وامضي بسلام، وافتكر كل سمعته وتعلمته، ومتى صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الله. وده كان أول ظهور الشاروبيم للقديس مقار، اللي فضل رفيق مشواره طوال أيام حياته، وبعد 3 أيام رجع من جبل النطرون لبيته في بلده شبشير، فوجد امرأته البتولية عندها حمى شديدة وافتقدها الله، ولما شاف اللي حصل قال لنفسه: خلص نفسك يا مقاريوس، لأن الله سيفتقدك يوما ما زي أختك اللي سبقتك. وفضل في بيته يصلي، وإذا خرج من البيت بيبقى في الكنيسة، وكان الطباوي مقاريوس واقف جنب أبوه الشيخ يسأله دايما وبإيمان إن هو يباركه. ولما أكملت أيام أباه الشيخ رقد واستراح في شيخوخة صالحة ونال الابن مقار بركته. وبعدها ب6 شهور افتقد الرب العجوزة الطباوية أمه، ووضعوا جسدها بالقرب من الكاهن الطباوي، وبدأت رحلة مقار، رحلة التوحد والكمال وخلاص النفس. أيها الشيخ الجليل، أنا دعيتك النهاردة لقريتنا عشان تباركها ونتبارك بيك، لأن قريتنا ملهاش كاهن. ربنا يباركك يا مقار يا ابني، أنا شايف فيك نعمة الله. أنا عارف إنك عايش متوحد في قلاية صغيرة ورا قريتنا، وإنك بتخاف الله وتعيش حياة هادئة، ولما سألتك لعمل الصدقة لبلدنا وافقت. وافقت يا ابني، لأن دي إرادة الله. ودلوقتي قبل ما ترجع قليتك عاوز أسألك عن نفسي، أنا ليا رغبة شديدة في الكمال، وعاوز أتوحد مع الله وأتفرغ لخلاص نفسي، وأنا راحل النهاردة لخلوتي مع ربي وعاوز مشورتك، وأنا ببتدي مشوار التوحد. اللي خطر على قلبك أعمله، لأن ده الرب اللي بيدعوك. اذهب بعيد عن هذه القرية، اسكن في قلاية جوه بعيد في البرية الجوانية، لأن مفيش حد من المكرسين سكن البرية من الداخل إلا واحد. ويعينك الرب على جهادك، لأن عدو الخير مش هيريحك في خلوتك. الله معنا. اسكن في البرية من الداخل، فيه متوحد واحد أنطونيوس العظيم، ياريت تحاول تشوفه وتتعلم منه، هيرشدك أكتر وأكتر. صلي لي يا أبي عن إذنك. الرب معك يا ابني، مع السلامة. ما هو مش معقول يبقى عندنا راجل بركة زي المتوحد أبونا مقار، اللي عايش منعزل بقاله 10 سنين في الصحراء فقليته في الجبل، وما نستفدش منه في كنيستنا. سيدنا أسقف أشمون بلدنا عاوز يرسمه قسيس، وهو مش راضي، عايز التوحد والعزلة. بصراحة بركته حلت على البلد من يوم ما جه وعاش في قليته 10 سنين، النيل ما تأخرش عن معاده، والخير عم علينا كلنا، كل ده ببركة أبونا المتوحد. البلد كلها عاوزاه قسيس عليها والراعي بتاعها، احنا نروح له ونطلب منه يبقى قسيس بتاعنا، او نترجاه او نجيبه بالعافية وربنا يسامحنا. يلا بينا. يلا. سلام ونعمة يا ابونا. سلام يا ابني. مين؟ مش فاكرني يا ابونا مقار؟ انت دماس، كنت بتجين القلاية بتاعتي. ايوه يا ابونا، انا دماس الجمال، كنت اجي اخد السلال والمخالي اللي بتعملها، ابيعها اجيب لك العيش والملح وطلباتك. امال كنت فين المدة دي؟ ده انا بقالي اكتر من 3 شهور قسيس هنا وما شفتكش. كنت في رحلة مع الجمالين لإقليم مصر، بنبيع ونشتري، ولما رجعت عرفت إنك بقيت قسيس بلدنا، فرحت وجيت لخدمتك. وعامل إيه دلوقتي؟ كويس، لكن أنا طول عمري بخدم الكنيسة وأنا صغير، ونفسي أعيش معاك وأخدمك.
كلنا خدمين الله، لكن طريقي طريق التوحد غير طريقك. انت قلت لي يا ابونا طريق الله واسع ويقبل كل الناس. انت كده اخجلتني يا دماس. وانت مش هتردني، هتخليني جنبك اخدمك. مدام كده اول خدمة عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقة نهرب بيها من هنا من غير ما حد يحس. لا انا مش مصدق وداني. تهرب من هنا؟ ده الشعب بيحبك، واول ما عرفت رسامتك فرحت وجيت اتبارك بيك واخدمك، واول خدمة اعملها لك اهربك من البلد. لازم ارجع لحياة النسك والتوحد ونهرب لحتة بعيدة محدش يعرفنا فيها ولا نعرف حد. والناس هنا يا ابونا يبقوا من غير كاهن؟ الكهنة غير كتير وربنا يبارك فيهم. انا موافق يا ابونا بس بشرط. ايه هو؟ افضل معاك اخدمك واتعلم منك وافهم طريق الرهبانة والنسك والتوحد. ده انت ربنا بعدك ليا. يلا يلا يا ابونا لم حاجتك وقابلني من عند باب الكنيسة وراني، هاخدك واطلع من عند المنافل على الصحراء على طول. ياه، خلعت لبس الكهنوت يا مقار وقعدت تجدل السلال والمخالي مرة تانية. ده تدبير إلهي علشان تنشدد لما ترجع وتسكن البرية تاني وتصبح البرية عالم جديد لإله السماء. سلام يا بونا. سلام والنعمة يا ابني. بعت لك النهاردة كل المخالي والحصير اللي عملته في سوق البلد، والحمد لله ربنا بعت لنا خير كتير. وادي العيش وادي الملح وادي الطلبات اللي عاوزها. تعبتك معايا يا دماس، المسافة كبيرة بين القلاية والبلد. ما انا بركب شوية وامشي شوية. هي بعيدة عن القرية وبعيدة كمان عن ضجيج العالم وصراخه، وبرضو الناس بتيجي لحد عندك يا ابونا عشان ياخدوا بركتك. بركة ربنا يا دماس. بس اياك الناس ما تجيش يا ابونا عشان يرجعوك قسيس بالعافية. احنا يا دوبك بقالنا شهرين في القلاية الجديدة دي، والنهاردة سمعت البلد كلها بتتكلم عنك. مش عارف ناويين على ايه. كل خير، يلا بينا بقى ناكل لقمة ونكمل شغل. اتكلمي. استنى بس. مصيبة مش قادر افهمها. استنى لما نعرف ايه اللي حصل وحصل ازاي. اتكلمي يا بنت، اتكلمي. ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده؟ هو مين يا بنت؟ اتكلمي. المتوحد اللي في السهرة. طب رحتي له بقى برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟ هو اللي عمل عملته وخلاص بقى. خلاص خلصت روحك. انا هقتلك وهموتك. ما اهدى بقى، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. هي لو ضحك عليها واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو. لازم يكفر عن مصيبته اللي عملها دي. وانتي استنى بقى، حرام عليك. كفايه هتموتها وتموت نفسك. بدل ما تقعد تهري في نفسك كده روح شوف هتعمل ايه معاه. يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يعني لو ضربته او قتلته هو ده اللي هيحل المشكلة؟ ومين قالك تقتله او توسخ ايدك؟ احنا نجوزها. يعني اخدها واروح ارميها له هناك في القلاية بتاعته؟ لا، تاخد معاك شوية رجالة من البلد وتروح تربيه، تأدبه، تفهمه ان بنات الناس وراهم رجالة. طب يلا هات البنت معاكي عشان تعترف قدامه وقدام الناس. يلا عشان يبقوا شهود عليه كمان. وانا بقى هلم حبه رجاله من البلد ونطلع لهناك على قليته على طول. حركي، امشي يا بنت، امشي قدامي. الحق يا ابونا مقار، تعال بص. ياه، ايه ده؟ البلد كلها جاية على هنا. صدقني يا ابونا مقار انا ما عملتش حاجة. ما تخافش اما نشوفهم عاوزين ايه. انت بقى مقار المتوحد؟ ايوه. بخير ان شاء الله. والخير هيجي منين؟ تعالي يا بنت هنا، هو ده اللي عمل فيكي كده؟ انت ايه يا بنت؟ مش عاوزة ترد ليه؟ حتى وشك في الارض ليه؟ ما تقولي ايه بس الحكاية؟ مش عارف بقى ايه الحكاية. اللي بطاها ده جه منين؟ ابونا مقار طاهر وقديس ولا يمكن يعمل اللي بتقوله عليه ده. امشي احسن. دماس
يسوع المسيح لبس إكليل الشوك وحمل الصليب ومشي بيه في طريق الآلام من غير ما يقاوم أو يمد إيده على حد. طب قول لهم، قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ دافع عن نفسك. هيدافع يقول ايه؟ فليتمجد اسم الرب في كل شيء. احنا بقى مش هنضيع وقتنا في الكلام. ايوه طبعا. يلا يلا خدوه واربطوه جروه. يلا يلا. قول لهم ده ما حصلش. قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ هيبقى اللي يقول ايه؟ كفاية بقى، كفاية. حرام عليكم، تلات ايام بتضربوه وتعذبوه والدم نازل من كل حتة في جسمه. يستاهل. مش هو ده بقى الراهب المتوحد اللي كنت بتكلمنا عنه بكل احترام وتقديس، واللي عشانه سبت اهلك وقعد تخدم فيه؟ لو مات دلوقت مين يتحمل ذنبه؟ طب اسأل الناس كلها، ده هربان من خدمة الكهنوت في اشمون عشان الشيطان راكبه. ايه اللي انتوا عاوزينه؟ يكفر عن ذنبه. ايوه طبعا. ازاي؟ يتجوز البنت ويصرف عليها وعلى ابنها اللي هيجي. ده راهب ومش ممكن يتجوز. يبقى هنفضل نضرب فيه لحد ما يموت. ايوه. طب اسمعوا، هو بيحبني وبيسمع كلامي وانا مستعد اضمن. وانا كمان مستعد اسيبه، بس بشرط تضمنه يصرف على البنت لحد ما تولد ويتكفل باكلها ولبسها وتربيه ابنها بعد ما تولد. وانا اضمنه بروح. على مهلك، على مهلك. ادي احنا قربنا، ادي احنا وصلنا لقلاها يا ابونا. مقار بقت لك زوجة لازم تكد الليل والنهار. خد بقى شوية السلال دول والحصير كمان، بيعهم ودي تمنهم لمراتي عشان تاكل. استريح بس الاول يا ابونا. ما انا لازم اكد واتعب عشان اكلها. اشتغل الظهر وبالليل عشان ابعت لها الصبح طلباتها. طب استريح وانا هكمل شغل بدالك. هم مش عاوزين غير اكلها وشربها. ما انا لازم اقول مراتي واللي في بطنها. مراتك منين؟ ده كلام بس. هم عايزين اللي تبيعه تبعت ثمنه. هي مراتي قدام الناس وبحكم الشهود وكلمتك معاهم، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب. هو ده المهم. محدش هيجبرك تعيش معاه هناك ولا هيفكر يبعتوها لك هنا. يلا بقى، يلا نبتدي شغل عشان ندفع اللي علينا. لكن انت ما دافعتش عن نفسك ليه يا ابو مهار؟ لكي يتمجد اسم الرب. مش فاهم يا ابونا. بكرة تفهم يا ديماس، وكل واحد هيعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نشتغل عشان الطفل اللي جاي في السكة ده. ايه بس يا بنتي؟ انا مش عارفة ايه اللي حصل لك. بس مش عارف ايه اللي حصل. ايه اللي بيجرى ده بس؟ وبعدين هنعمل ايه؟ البنت بقالها 4 ايام بتولد والعيل مش عايز ينزل. يمكن ركبها شطان. ركبها شطان؟ ركبها الشان 4 ايام وهي بتولد؟ يا رب يا رب. طيب انا هروح اجيبها قسيس ولا حد يصلي لها؟ تروح فين بس؟ ده على ما تروح وتيجي هتكون البنت ماتت مني. طب والعمل؟ استنى. والعمل هعمل ايه؟ يعني نسيبها كده؟ ايه اللي حصل لك بس يا بنت؟ ده انت على وشك الموت. استحق الموت يا امي. لاني انا اخطأ. ايه يا بنتي؟ اتهمت خادم الله المتوحد. هو عمره ما جه ناحيتي ولا عرفني ابدا. ازاي؟ طب وايه اللي خلاكي تقولي كده؟ الشيطان. الشاب اللي عرفته اللي كنت هتجوزه وانت ما وافقتوش. انا مش قلتلك ان الشيطان هو اللي ورا المصيبه دي؟ وليه بس كده يا بنتي؟ ليه تظلمي الراجل القديس ده؟ ارحموني.
حاجة غريبة، وهو ما كانش بيدافع عن نفسه أبدا بأي كلمة. طب وبعدين هنخرج من المصيبة اللي احنا فيها دي ازاي؟ أنا هروح له واركع تحت رجليه واطلب منه ان يسامحنا. يسامحنا؟ وهيسامحنا ازاي بقى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده؟ نصلي ربنا دلوقتي عشان ربنا يسامحنا ببركات القديس تحل علينا. ايوه نصلي. يا رب يا رب يا قدوس سامحنا، سامحنا واغفر لنا اللي احنا عملناه في قديسك ابونا مقار. سامحنا يا رب، سامحنا يا ابونا مقار. وقعدت تتعذب في الولادة 4 أيام لحد ما اعترفت بالحقيقة، وأول ما اعترفت ولدت على طول. والحقيقة إن كان في شاب جارهم عاوز يتجوزها هو أبو الطفل. ليتمجد اسم الرب. والشاب اللي عمل عملته معاها هرب من البلد أول ما سمع الخبر، وجابوه عشان يتكفل بمراته وابنه. يعني أنت في حل يا أبونا بقار من كل اتهام ومعلكش أي التزام ليهم. طب يلا بقى، يلا نلم حاجتنا ونهرب من هنا. الرب نزع كل عار عنك وعني وثبتت براءتك يا ابونا، نسيبهم ونهرب؟ مفيش وقت، اعمل زي ما بقولك. دي البلد كلها جايه على هنا عشان يطلبوا صفحك وغفرانك وابوها وامها. دي حكمه ربنا يا ولدي، ربنا عمل كل اللي حصل عشان نهرب من هنا على بريه شهيد. التجربه اللي حصلت ده تدبير الهي. يلا يا ولدي. يا رب يا يسوع المسيح لك كل المجد، نور طريقي بروحك القدوس. خايف خايف يا ربي اضل طريقي في شعاب الحياه، مش عارف اروح فين. يا ربي ايه النور ده؟ يا مقار قلبك تقل ليه؟ لأنك أهملت كل ما قيل لك، ومع ذلك أنت احتملت التجربة للنهاية عشان تتعلم بالخبرة الجهاد اللي هيكلفك بيه الرب وتجارب الشياطين معاك. يلا يا مقار، يلا عشان تسكن المكان اللي اختاره لك الرب، المكان اللي هتكون فيه اب لكثير من الابناء الروحيين. هكذا امر الرب. ياه، هو ده المكان اللي حصحص فيه؟ المكان الواسع ده كله؟ اختار المكان اللي يناسبك واسكن فيه. اسكن فين في الجبل ده؟ انا مش عارف اي حاجة في المكان كله. ده راجع لاختيارك ودي ارادتك. كل البرية امامك، واحذر الارواح الشريرة والشياطين والحيل بتاعتهم. انا هكون معاك في كل وقت كما أمرني الرب. يا ربي أنا سكنت البلاهي كما أمرت، وعملت لي مغارة أعدي فيها، وعملت مغارة تانية مسبح ناحية المشرق عشان أنول البركة، وبضفر جليد النخل وبدي السلال للتجار اللي بيعدوا عليا من حين لآخر. لكن مفيش هنا إنسان ساكن البرية غيري. أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا سمعت لما كنت في مصر بيتكلموا عن الأنبا أنطونيوس اللي ساكن البرية من الداخل من زمن طويل. اقوم اروح له.
يزور يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري. يا مقاريوس يا ابني، اسمك معناه صادق الصوت، ولانك طباوي زي اسمك الرب اخبرني مقدما انك جاي تزورني. ارشدني يا ابي الانبا انطونيوس. يا مقاريوس، هيجي الوقت اللي هتشوف فيه خلاصك. انا عارف الحرب اللي دارت بينك وبين الجاحدين والشياطين ونصرك الله عليهم. اسمح لي يا ابتي افضل جنبك، انا لبركتك. كل واحد يا أنبا مقار يفضل في المكان اللي حدده الرب. انت يا ولدي تروح لقلايتك في برية شهيد. يلا بينا نصلي. زي الفرسان يقتلوا في بعض، وشوية منهم واقفين على باب الليل يعملوا كرات من نار يحرفوها على المغارة تشتعل بالنار. وكل ما يجي الصبح افتح باب الليل ما لقيش حد، وهكذا كل يوم. يا ربي شياطين البرية بيجربوني، وبالأفكار الشريرة في قلبي بيرشقوني، زي ما تكون مائدة مليانة بالأطعمة الشهية، الزنا، الشرب، القلق، الغرور، المجد الباطن، الخوف، الحزن، الكبرياء، البدع، الشك، التجديف، عدم الرجاء في الله الذي يبعد تماما عن طريق التقوى، كل سائر أعمال الشياطين من أفكار قد حاربتني والرب أنقذني منها، زي ما قال لي بالصوت أبي الأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، أنا محتاج لك، محتاج لزيارتك مرة تانية، محتاج رشدك ونصحك يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس عاوز أشوفك. هو ذا مقاريوس تاتي، سيكون غصنا مرتفعا ومستقيما، وستكون ثمرة فروعه حلوة لفم الرب. أسجد لك يا أبي أنطونيوس. وأنا أسجد ليك يا مقاريوس. تعال تعال إلى حضني. مقاريوس، أنت حزين وهزيل بسبب هجمات الشياطين عليك، إيه اللي حصل يا ابني؟ الرب عرفك دلوقتي ايه اللي حصل لي يا ابي؟ تقوى وتشجع يا مقهر، لان الرب اراد ان يجربك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الاخرين. يا مقاريوس يا ابني، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي هنا تاني، لاني عما قليل سامضي الى الرب. يا ابي انطونيوس، خليني جنبك حتى انال البركة الاخيرة. بعد قليل سيعطيك الرب الراحة من تعب الأفكار الشريرة، وبعدين الشياطين هتعربك علنا زيي، فلا تخف لأن الرب معك وسينقذك. يا أبي أنطونيوس، بطلب منك تلبسني زي الرهبنة. تعال يا ولدي ألبسك الزي. خلي العصاية دي معاك، وبعدين ترجع على البرية، برية شهيد. يلا يا ولدي نصلي. بأمر الله أكملت السعي يا أنبا أنطونيوس ورحلت عن الجسد، وبأمر الرب رجعت مكاني في البرية، واتجمع حواليا كل من أراد الرهبنة، علمتهم طريق الرب وخلتهم قريب مني، حفروا مغارات في الصخر وغطوها بسعف وأغصان النخل من الوادي ليسكنوا فيها، عشان أعلمهم عمل الله وعمل اليدين وتبيان النفوس.
علينا يا ابونا مقار قبل ما تاكل. في ايه يا ابونا بافناتيوس؟ في راجل شكله من الاشراف لكن ليه هيئه شحات ومعاه طفل ابنه وعاوز يقابلك. ما قالش عاوز ايه او طلباته ايه؟ ما قالش يا ابونا. طب خليهم يدخلوا. حاضر حاضر يا ابونا اتفضلوا. لا انا مش قادر اخش. لا لا انا ماشي. ماشي مالك ابونا مستنيك اتفضل. مش قادر مش قادر لو سمحت. في ايه؟ مش عاوزين يدخلوا يا ابونا. طب روح انت قرب يا راجل. يا ابونا الطفل ده ابني وعليه شيطان بيقول لي انه رئيس فرقه بيضربه 5 أو 6 مرات في اليوم. جبت له كل القديسين في بلدنا ما حدش شفاه. هو بيقطع هدومه ويعض لحمه عشان كده لبسه الهدوم القديمه دي. وانا اسكت يا رجل. ازاي تكذب على روح النعمه يا سيدي؟ اللي على كتفك دي بنت، وبنت والي انطاكيا، بنت الوالي اغاثون. ازاي قدرت تجيبها معاك هنا هي والموكب الكبير اللي وقفته هناك ورا الجبل على الطريق، وجبتها معاك ولبستها الهدوم دي عشان محدش يعرفك؟ وحسنا فعلت من اجل العثرة. بركع لك تحت رجليك تسامحني يا قديس الله يا ابونا مقريوس. قوم يا راجل ما تخافش، اوعى تكذب تاني مرة. ارجوك يا سيدي انا خادم الفتاة الصغيرة دي، وابوها والي انطاكيا هو اللي امرني اعمل كده. انا مجرد رسول وكنت بعمل كده مع كل القديسين اللي رحت لهم بيها. هات الطفلة حطها هنا. ايه دي؟ باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مشي جبهتك ووزنيتي بهذا الزيت المقدس يا بنيتي، وباسم يسوع المسيح ردها سالمة الى ابيها يا رب المجد. اسمع يا رجل، لما ترجع للموكب بتاعك اللي ورا الجبل ما تفضلش هناك. روح قريب من مصر وقبل ما ترجع بلادك، ومن اجل ايمان ابيها في القديسين وايمانها المستقيم في الارثوذكسية اجرى الرب نعمة الشفاء للطفلة. ارجوك يا سيدي دول 4000 قطع ذهب هدية من والي انطاكيا. يا ابني اننا لا نعطي ابدا موهبة الرب مقابل ثمن. فامضي بسلام الى من ارسلوك. انت شايلني على كتفك يا ابويا وماشي بيا في الصحراء ليه؟ رايحين مشوار صغير كده يا ابويا. اوعى تكون زيت مني وهترميني في الصحراء. هزهق منك ليه يا ولدي؟ عشان انا كسيح ما بقدرش امشي، وانت اللي بتعمل لي كل طلباتي. انت اتولدت كده ودي حكمة ربنا مالكش يد فيها. طب هو ربنا اللي خلقني كده يا كسيح؟ حكمته يا ولدي. ايوه يعني هو قادر يشفيني؟ طبعا قادر يشفيك يا ولدي. وابقى زي كل الولاد اجري والعب معاهم واساعدك في الغيط واجيب لك كل طلباتك. ان شاء الله هتجري وتلعب زي كل الولاد. طب يلا يا ابويا انا تعبت والدنيا شمس وحر. خلاص قربنا نوصل اهو الى ان لا يتعتبونا مقار هناك اهي. انت موديني عند الرهب اللي ساكن في الصحراء؟ ايوه يا ولدي الاب مقار قديس الرب والناس كلها بتيجي تتبهرك منه وهيشفيك. وان ما قدرش يشفيني هتشلني وترجع بيا ولا هترميني هنا؟ خلاص اوعى تسيبني يا ابويا. خلاص اسكت اسكت بقى. هدينا احنا وصلنا القلايه بتاعت ابونا اهي. انزل. ايوه كده اقعد على باب القلايه وهو لما يجي ويشوفك هيشفيك. وانت رايح فين يا ابويا؟ راجع البلد وهجيلك بكره ولا بعده. يعني هتسيبني لوحدي يا ابويا وتمشي؟ ربنا معاك يا ولدي. انا تعبت وقلبي بيتقطع بس اعمل ايه؟ ما تسيبنيش يا ابويا خدني معاك، ما تسيبنيش في الصحراء لوحدي. مع السلامة يا ابني مع
مع السلامة يا حبيبي. أنا تعبت أنت قاعد هنا على باب القلاية بتاعتي بتعمل إيه؟ أنا مش قاعد يا أبونا، أنا مسلول. أبويا سألني وجابني من البلد وقال لي الراهب هيش فيك ورماني هنا ومشي. هو في أب بيرمي ابنه؟ ضناه؟ أمال سابني وطلع يجري ليه؟ سابك وطلع يجري عشان تجري وراه؟ طب إزاي؟ قول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ليتمجد اسم الرب. وقف على رجليك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ليتمجد اسم الرب. أنا وقفت على رجلي وبحركة اهي ليتمجد اسم الرب. أنا وقفت على رجلي يا أبويا. مش هيسمعك من هنا، اجري بقى حصل أبوك. أبويا أبويا استنى يا رب، خدني معاه. أبويا ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب، بركتك يا قديس الله. اجري يابا اجري حصلني. على مهلك يا ابني، مش هتروح حصلك. اجري يابا اجري ورايا، ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب، اسم الرب بركتك بركة الله. الحقني يا ابونا مهار، الحقني يا ابونا، الحقني يا ابونا. اهو بيخبط على القلايه. خليتك وخبيني يا ابونا. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ البلد كلها جايه ورايا، عايزين يموتوني. ليه بس يا ابني؟ اتهموني باكل واحد ولا بريء يا ابونا. طب تعالى اهدى يا ابني، وربنا مش هيرضى بالظلم. ابعد يا ابونا مهار، هات الراجل ده من عندك، ده قاتل ولازم ننفذ حكم القاضي عليه. القاضي حكم عليه خلاص، القاضي اثبت تهمه القتل عليه، لازم يقتل وياخد عقابه. انتوا متاكدين انه قاتل؟ في شهود شافوه وهو بيقتل وشهدوا عليه قدام القاضي. كد يا ابونا صدقني، ولا كنت في البلد خالص لما اتقتل. لازم ناخده معانا البلد وتنفذ فيه الحكم. طب مش لما نعرف الحقيقه الاول؟ الحقيقه واضحه والقاضي حكم. فاضل حكم الله، لسه ربنا ما اصدرش حكمه. يعني ايه يا ابونا؟ نتاكد الاول عشان ما تظلموهوش. ازاي بقى؟ انتوا دفنتوا القتيل فين؟ في مدافن القريه بره البلد. تعالوا معايا وروني هو مدفون فين، يمكن ربنا يرشدنا لدليل اقوى. اهو يا ابونا القبر اللي مدفون فيه القتيل. باسم الهنا يسوع المسيح، قل لنا يا إله العدل والرحمة، باسم يسوع المسيح، قل لي يلي ساكن في القبر ده، انطق بلسانك وقول إذا كان الشاب اللي واقف قدامك ده هو اللي قتلك ولا لا. الراجل ده مظلوم، مش هو اللي قتل. ارقد بسلام حتى يأتي الميعاد. الحمد لله يا الحمد لله يا رب. عليك اللي كنت مظلوم يا قديس الله، يا أنبا مقاري خديص الله، يا أنبا مقاري خديص الله، يا أنبا مقاري. اسألوا أبونا مين اللي قتل. ما أقدرش أسأل مين القاتل. ليه يا أبونا؟ والعدل؟ العدالة الأرضية محدودة وليها الأدلة المادية وبس، العدالة الإلهية ملهاش حدود. وبقوة الله خلصت نفسي بريئة. بركاتك يا قديس الله، بركاتك يا قديس الله، بركاتك يا دي. ما بطلتش عياط من الصبح، هي ايه الحكاية؟ في واحد كان حاطط وديعة عند جوزها، مبلغ من المال شايله معاه، وفجأة جوزها مات من غير ما تعرف مكان الوديعة، وجوزها شايلها في حتة بس محدش يعرف فين. صاحب الوديعة قعد يطالبها بيها وهي تقوله مش عارفة حاجة. في الاخر اخد ولادها الاتنين علشان يشتغلوا عنده عبيد مقابل الوديعة. طب قول لها تيجي تقابلني ساعة الراحة في الظهر. يا ابونا بلغوني اجيلك عشان عاوزني.
أنا عرفت حكايتك وحكاية الوديعة. أنا في عرضك يا أبونا، ولادي تيتموا يا أبوهم، وهنقضي كمان عمرنا نشتغل عبيد. أنا جوزي شال الوديعة وما قاليش هو حاططها فين. السيد المسيح نزل عشان يحررنا من العبودية، وانتم مالكوش سبب في اللي حصل. صلواتك يا أبونا. تعالي معايا وريني انت دفنتي جوزك فين، وسيب الباقي على ربنا. اتفضل يا أبونا، أنا تحت أمرك. أهو يا أبونا أدينا وصلنا، أنا دفنته هنا في القبر ده. طب روح انت بسلام واستني في بيتك وصلي. أيها الرب الإله يسوع المسيح، أركع أمامك وهذا القبر الساكن فيه زوج الأرملة المسكينة وطفليها اليتيمين، هما أيتام من أبيهم، لكن أنت أباهم السماوي يا يسوع المسيح، فأنت الأب الحنون الرحيم للبشرية جمعاء. خلى أبوهم الميت بهذا القبر يخبرنا عن مكان الوديعة. الوديعة اللي أمانة عندي تحت رجل السرير في بيتي. أرقد بسلام إلى يوم القيامة يا سيدي يسوع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لم يفعل الله ذلك من أجلي، فأنا لست شيئا، لكن من أجل الأرملة واليتامى فعل الله هذا الأمر. فين السرير بتاعكم؟ السرير أهو هنا يا بونا. دوري هنا تحت رجل السرير دي. حاضر يا بونا. ايه ده؟ ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب. ايه ودي عاي؟ بركتك يا بونا، بركتك يا ابونا يا بونا. الله إيه، انت فين؟ رحت فين يا قديس الله؟ رحت فين يا قديس؟ انت فين؟ وهنعمل ايه يا ابونا مع الهرطوق اللي جاي ده؟ عشان كده انا جمعتكم النهارده، لان انومي الهرطوقي جاي عشان يتناقش معانا بحبة الدينولة، وان مفيش حاجة اسمها قيامة بعد الموت بالجسد، انما هي قيامة بالروح فقط. ده عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية واقنع كتير منهم بفكره الشيطاني. ما هم زي الشياطين فعلا في عدائهم للمسيحية. الهرطقة دول كانوا موجودين في عهد دقلديانوس لما كان زعيمهم هيراكس، وبعدين انتهى امرهم بموت زعيمهم ورجعوا تاني زي الشياطين يبشروا بعدم القيامة بعد الموت، وناسيين ان السيد المسيح نفسه قهر الموت وقام من بين الاموات في اليوم الثالث. وبعد ما عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية جاي توج انتصاره ده علينا احنا. فين المتوحد مقارب؟ انت واقف قدامه. انا جيت لك النهاردة بالحجة والمنطق، وانا املك منطق لا يقهر. المنطق الدنيوي لا نعتمد عليه، بل نعتمد على البركة الالهية والانجيل المقدس في مواضع كتيرة عن اقامة الموتى. مفيش اي دليل او برهان او حجة على قيامة الموتى في يوم الدين او اي يوم تاني في عصرنا ده. مفيش داعي نتكلم بلا دليل، احنا نروح مقابر الاخوة اللي سبقونا، واللي ربنا يديه نعمة إقامة الموتى يبقى معتقداته سليمة. يبقى التجربة تحسم الموقف، وإذا فشلت في إقامة أحد الموتى تعترفوا كلكم بمعتقداتي أنا. يلا بينا. اختار بقى القبر اللي يعجبك واثبت حجتك. أيها الرب الإله ضابط الكل، شاف النفوس والأجسام والأرواح، أنت اللي قلت لابينا بطرس من فم ابنك الوحيد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنت هو بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها،
وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الأرض يكون محلولا في السماء. أيها الرب الإله، أعلمنا بواسطة قيامة هذا الميت من منا له المعتقد القويم. أيها الميت الكريم، انهض من قبرك، لقد اختارك الروح القدس لكي يتمجد اسم الرب. ما اسمك أيها الميت؟ سيربيون. في أي عصر عشت؟ عشت في زمن بطليموس الأخير. هل تعرف شيئا عن يسوع المسيح؟ لا، لم أسمع. من أنتم؟ لم يحن وقتك بعد، ارقد بسلام وانتظر إلى أن يقيمك يسوع المسيح. اسم الرب السلام والابن والروح القدس إله واحد. يا ابونا بافنوتيوس، احنا بقالنا دلوقتي 8 ايام مستنين على باب قلية ابينا الانبا مقار، عاوزين نشوفه بقى. ايوه. حاضر، انا هشوفه وانده لكم، استنوا شوية. ده 8 يوم يا ابونا واحنا منتظرين الاذن بالدخول. يعني عشية التاسع يا انبا بافنوتيوس. ايوه، بكرة يعني 9 يوم، 27 برمهات، والاخوة الرهبان عاوزين يشوفوك. خليهم يدخلوا. اتفضلوا اتفضلوا يا اخوتي، اتفضلوا. سلامتك يا سلامتك يا سلامتك يا فضل. بتعيطوا ليه؟ لم يأتي الوقت بعد. لماذا تبكون وتحزنون قلبي؟ لكل واحد فينا وقته بأمر إلهنا، والرب يعلم بعد كل هذا الزمن اللي قضيته معاكم أني لم أخفي عنكم شيئا من أجل تعليمكم ما ينفع نفوسكم، وعملت بينكم على قد قوتي، ولا نمت ليلة واحدة وفي قلبي غضب على حد فيكم، وضميري ما بكتني أبدا على أي عمل بأمر الله. ويعلم الله حبي له ولإخوتي المعروفين لله ولكل الخليقة. الرب يعلم ويشهد علي. أما النصرة على الشياطين فكانت بقوة الله ونعمته، ولم أفعل شيئا بقوتي، بل في ضعفي كانت تكمن قوة الله. وكل ما عملت من أشفية أو رحمة كانت بيدي قوة الله المقدسة. اهتموا يا إخوتي بخلاص أنفسكم، وتيقظوا تيقظوا، لأنني غدا راحل عنكم. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد على قليته وصلوا من أجلي. النهارده 9 يوم زي ما قلت يا أبي أنطونيوس. إيه النور العظيم ده؟ وإيه الجمع الكبير ده؟ أسرع يا أنبا مقار واخرج، كل القديسين منتظرينك. يا ربي يا يسوع، يا حبيب نفسي، اقبل روحي.